كل اللي عندي مديته. من جديد يسجل مسرح تمنغست هدفا في مرمي الصم العميان من الذين يتجاهلون وثبة مسرح الجنوب. هجر المكان مسرحية هي ثمرة ورشة لتكوين ممثلين ليس واعدين بل أوفياء لعهد مسرح كامل متكامل. عمري ما سلمت نفسي غير لك وانت عارف. والحق ربي تمنغست يعني عندها جمهور مسرحي يحترم النصوص التي تعرض، رغم يعني بدايتها في الأول كانت بدايات يعني محتشمة، ولكن الآن كما العرض اللي شفناه اليوم عرض ما شاء الله مميز على جميع المستويات. أنا نتمنى يعني أنه النداء نتاعنا أنه بعث المسرح الجهوي لهذه الولاية، لأنه هذا مطلب عنده شحال والحركة المسرحية تبكي عليها عنده سنين. عبد الهادي دحدوح في نصه حاول أن يطرح تساؤلا فلسفيا، ماذا لو تحاور الموتى بعدما أدركوا موتهم وتمنوا العودة لحياتهم السابقة؟ كل واحد يجزم أحقيته في الحياة وأنه مات ظلما، ماذا لو؟ يا خاطر ياسني شدت بلاصتك. نعم طلعت الشمس خاف جوطوها بعد. عبارة عن ورشة تكوينية لمدة 25 يوم هنا في دار الثقافة مع ممثلين جداد، وهكا في حاول إعداد الممثل، تقنية الإخراج، الكليراج. هي عبارة عن ورشة، في نهاية الورشة قدمنا هذا العرض اللي تفرجتوا اليوم بعنوان هجروا المكان للكاتب دحدوح عبد الهادي. بهذه المسرحية يثبت أهل الهجار مرة أخرى أنهم أهل للمسرح، وجبال الهجار ركحه، والتاصيلي امرأة تهوى الصولان بين أرجائه.